وقد آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أبو الدرداء وبين سلمان الفارسي، وشهد مع النبي محمد بعد إسلامه غزوة أحد وما بعدها من المشاهد، وقد أبلى يوم أحد بلاء حسنا في القتال دفاعا عن النبي محمد، فدعا النبي محمد له وقال: نعم الفارس عويمر. وكان أبو الدرداء قبل إسلامه تاجرا، فلما أسلم لم يقوى على الجمع بين التجارة والعبادة، فترك التجارة ولزم العبادة. وفي أحد الأيام جاء سلمان الفارسي ليزور أبو الدرداء الأنصاري، ما شأنك؟ إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. مرحبا بسلمان الفارسي، أفضل. كل يا أبا الدرداء، إني صائم. أقسمت عليك لا تفطرن. ولقد بات سلمان الفارسي عند أبو الدرداء الأنصاري، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان وقال: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصل وأت أهلك، وأعط كل ذي حق حقا. لما كان وجه الصبح قال له سلمان الفارسي: قم الآن إن شئت. ولقد دنا أبو الدرداء الأنصاري ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان.